أهل السنة وجماعة السلفيون. السلفية هي الفرقة الناجية. هم أهل السنة والجماعة. تقول السائل سماحة الشيخ، يوجد بعض الشباب يتقصدون التسنن ببعض العادات كحل الإزار ووضع الجيب باليمين وتقصير الثياب إلى غير ذلك، لكنهم يمنعون من الترحم على ابن حجر والنووي والألباني، فبماذا تنصحون هؤلاء الشباب؟ أقول أن هذا عمل سيء، وجهل من هؤلاء، وتنطع مقيت. رحم الله ابن حجر والنووي والألباني، نسأل الله أن يرحم جميع علماء المسلمين الذين انتقلوا، وأن يسدد ويبارك من بقي. وإذا بدأ الناس يتنكرون لعلمائهم أمواتا وأحياء، فإنما ذلك يدل على فساد الأحوال. إن الشباب ينبغي أن يكون لهم عناية فائقة في التحصيل، لا في الظهور بمظاهر فكرية سيئة أو انتقادات لأهل العلم السابقين واللاحقين. ثم إنه لا ينتقد العلماء الكبار إلا صغير لا وزن له، فينبغي أن يتوبوا إلى الله ويستغفروه ويترحموا على أمواتنا السابقين واللاحقين. والله جل وعلا أرحم بعباده من هؤلاء.